انطلقت فعالية الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض المنام الدولي للصحة المنام هيلث، والتي تستضيفها مملكة البحرين على مدار 3 أيام، وذلك بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وبمشاركة وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الشريك الاستراتيجي للمؤتمر. النسخة الثانية من المؤتمر تسلط الضوء على العديد من المواضيع المتعلقة بتطبيقات الضمان الصحي والتقدم التكنولوجي واستخداماته في القطاع الصحي. خبرات محلية وعالمية تلتقي في مملكة البحرين للسنة الثانية على التوالي في مؤتمر ومعرض المنامة الدولي للصحة المنام هيلث، لتستعرض آخر المستجدات في مجال الطب، بالإضافة إلى استعراض عدد من المواضيع الهامة والحيوية أبرزها الذكاء الاصطناعي وجراحات الروبوت والجينوم واستخداماته العلمية وأمراض القلب والتجميل. اشتراكات كثيرة من البحرين، من المملكة العربية السعودية، ومن مصر، ومن ألمانيا، والحقيقة هذا شيء يعني نفخر به في البحرين في ناحية يعني نوع الأجهزة اللي تعرض فيه ونوع الانتاجات الفرعية، بالإضافة للمحاضرات. المحاضرات حقيقة فيها قيمة جيدة يعني تطوير الخدمات الطبية والبحث في الأمور الجديدة في الخدمات الطبية. الحقيقة هذا شيء نحن نفتخر به، وإن شاء الله هذه يكون شيء مستدام على الأقل كل سنتين مرة، على أساس أن يكون يعني شيء معرض في البحرين دائم، بحيث أنه يكون ينمو كل سنة عن السنة اللي قبلها، ويصير له سمعة طيبة في الخليج، ويجي له ناس كثيرين من كل مكان في الخليج والمنطقة العربية. إقامة المؤتمرات والفعاليات والأنشطة ومثل هذه المبادرات لتعزيز تبادل الخبرات بين دول العالم والاستفادة من التجارب وأوراق البحوث المعتمدة، وذلك لتعزيز وتطوير الأنظمة الصحية. فإقامة هذا الحدث في مملكة البحرين يأتي داعما للرؤى التي تهدف لتطوير الخدمات بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن. النسخة الثانية من المؤتمر تسلط الضوء على العديد من المواضيع الجوهرية والمتعلقة بتطبيقات الضمان الصحي والتقدم التكنولوجي واستخداماته في القطاع الصحي والاستثمار وتمويل القطاع الصحي. في الواقع احنا ركزنا في هذا المؤتمر راح يكون في الملتقى العربي الألماني اللي راح يناقش مستقبل الصحة والاستثمارات والصناعات الجديدة والحديثة والتأمين الصحي والأمور الأخرى المتعلقة بالاستثمار المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا. في المقابل هناك أيضا البرنامج العلمي اللي راح يغطي الذكاء الاصطناعي والجينوم وأمراض القلب وأمراض التجميل والجلدية. في عندنا متحدثين من خارج مملكة البحرين سينقلون لنا تجاربهم وخبراتهم، وإن شاء الله يكون استفادة كبيرة للجميع. المعرض المصاحب للمؤتمر استقطب أكثر من 100 شركة محلية وعالمية لتستعرض ما تضمه من أدوية حديثة وأجهزة طبية متقدمة، فهذا المعرض يعد فرصة جيدة ليلتقي المختصون فيها ويتعرفون على كل ما هو جديد في هذا المجال. وفود طبية بتخصصات متنوعة من مختلف دول العالم تبحث على مدار يومين أخير المستجدات في القطاع الطبي والتعرف على سبل العلاج الحديثة والمتقدمة من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات الطبية. خول القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.